بدي احكي شغله مش عارفه. هو مجتمعنا يعني بضل مركز على شغله البنت انه هي لازم تكون نحيفه ولازم تكون بالكسم الحلو. صراحه لا، انا بدي اكل وبدي اشرب شوكولاته كل يوم، وكثير بحب السوس وكثير بحب الشوكولاته، وراح اضل اشتريها وراح اضل اكل في الجامعه وما راح انحف وما بدي انحف وما بحب الرجيم.